السلام عليكم الزول في اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياسك اخبار تي في التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد باذن الله. حصريا يعني وصلتنا اخبار باللي قال لك الشجار اللي صار بين الحارس مجادل واللاعب حراق، يعني شيكور شبيبه القبائل اللي سب الحارس مجادل واستطاع اخراجه من المباراه وفقد تركيز اللاعبين وكان سبب خساره شبيبه القبائل اليوم وضيعنا النقاط وضيعنا كل شيء. قال لك باللي صرا سما كما حنا نقولوا ما خلصتش غير في الصطاد، قال لك حكموا في ليفستير مجادل يعني في غرف تبديل الملابس زرقوا بطريحه كما حنا نقولوا، عطاه طريحه ضربوا الحارس مجادل في ليفستير يعني في غرف تبديل الملابس، كلا طريحه من عند الحارس مجادل باش يتربى خاوتنا صراحه، لانه صراحه هو سبب خساره شبيبه القبائل اليوم بالتصرفات الغير اخلاقيه هذه اللي دارها واللي سب الحارس وخرجوا من المباراه وفقد له التركيز نتاعو. وخاوتنا ماذا بينا ان شاء الله تخليونا الاراء تاعكم في التعليقات لي كومونتير واش رايكم في الامر.